47 سنة، عندي 8 أولاد. أكلة المفتول هاي وانت تشتغلي في ايدك شكل الكرة وبكون شكلها فني، كرات صغيرة متناسقة بتكون ممدودة بالمحبة. هاي الأكلة تعلمناها من أمهاتنا وأمهاتنا من جداتنا، هاي الأكلة إلها قيمة غذائية كبيرة. تعلمنا من أجدادنا وتعلمنا إحنا ومنعلم إن شاء الله لأحفادنا في المستقبل. أحلى إشي فينا إن البساطة، ودائما يعني مرحين في الشغل وفي اي اشي يعني في التراث الفلسطيني احنا بنحبه. مفتول اعطاني حقوق بدي اسوي في بلدي، صرت متمكنه اقتصاديا انا وعيلتي. علمنا كثير اشياء، علمنا كيف العمل الجماعي المترابط، صرنا اكثر كويات في المجتمع. التجارة العادلة، التجارة العادلة عملت كثير نقلة نوعية في حياتنا. أنا بدي أعطي أكبر مثال إلي، التجارة العادلة كثير ساعدتني إني أدرس أولادي، الحمد لله رب العالمين.